التنكيل تتعلق بتعليق الأسرى على الجدران وتهجيم الكلاب البوليسية على هؤلاء الأسرى وهم مقيدين، والاعتداء عليهم بالهروات على مدار ساعات متواصلة. تحدث محمد عن حالات تنكيل أيضا بصعقات يعني بواسطة المسدسات داخل مؤخرات الأسرة. هناك أسير تم الاعتداء عليه ولا يعرف مصيره، حيث نقل محمد من معتقل تيمان إلى عوفر. يعني عوفر أنا توقعت يعني أن تكون الفظاعة أقل مما سمعت من شهادات عن تيمان ورأيته بأم عيني، ولكن يعني الفظاعة هي نفس الفظاعة وهي أداة معتقل عوفر، معسكر عوفر بالأساس، وأبو حادي لمعتقل عوفر هو أداة من أدوات الحرب على الأسرة. يعني أنا شخصيا كنت مرتاح عندما تم نقل محمد من معتقل تيمان إلى عوفر، ولكن سمعت أسوأ بالأمس. يختلف معتقل عوفر من ناحية الشكل والمباني وظروف الاحتجاز، ولكن تحدث محمد عن 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 قسمين عنبرين، هذا وصف محمد لهؤلاء المكانين. يصفوها الجنود بالذات الجنود العرب يتحدثون اللغة العربية، عنبر يسمى الجحيم وعنبر يسمى جهنم. هذا العنبرين فقط للتعذيب، هم لا يروا ولكن يسمعوا آلام وصرخات الأسرى الذين يتم تعذيبهم. هذا المكانين محاذي لغرف الأسرى. الأسرى داخل معتقل عوفر، معسكر عوفر، محتجزين داخل غرف مصنوعة من البطون بدون تهوئة، بدون شبابيك، لا يسمح لهم الخروج من الغرف إلا فقط الاستحمام. وسياسة الاستحمام الدقيقة هي نفس السياسة الممارسة في معتقل تيمان. كل أسير يسمح له أسبوعيا استحمام دقيقة واحدة. هناك أسرى يخشون من الذهاب حتى الاستحمام أي لا يتعدوا هذه الدقيقة ويتعرضوا للاعتداء والتنكيل والتعذيب. والأسرى داخل الغرف، يعني إسرائيل تخشى من الأسير حتى داخل الغرفة. الأسرى داخل الغرف محتجزين وهم بالقيود، يعني الأسير يأكل ويدخل إلى الحمام وهو بالقيود.